أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا بسوق التوفيقية بحيرة ومعاكم قناة المواشي. اليوم يوم 10/7/2024 وتعالوا شوفوا أسعار العجول الذكورة البقري العلف. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي حسن. صباح الفل يا أحسن راي الحج حسن. صباح الفل حسن ده. الله يبارك فيك. الحوت طبعا الله يصلح حالك معلم حسن ده. أجدع راي. عرفنا باسمك ومكانك يا صاحبي. معلم محمود مصطفى وزدان. معلم محمود مصطفى. المعلم احمد مصطفى وزدان. المعلم احمد مصطفى وزدان. منين يا حاج احمد؟ معلم من لجانة باشا. لجانة وتجار لجانة، ربنا يبارك لهم ويصلح حاله. كام وكام في الدكرين المحيرين دول؟ 47 و38. بسم الله ما شاء الله، ذكرين علف يا جماعه، صلاه النبي عليهم. الله اسعار حلوه اليوم، يعني الجو كويس اليومين دول. الجو في الكبير ب 52 و48 والحدود دي هو اللي في شيل وغالي فيه. اي في اسعار، في اسعار في الدقه ده هبطان. والله هبطان في اللي هو العلف دي. معاكم داروخه؟ لا مع الراجل المحترم ده. بكام ده يا صاحبي؟ 30,000. ربنا يبارك. مش عيفش والله، صلاه النبي عليه. انت كنت بتعرف تاخد اللي زي ده ب 50,000؟ والله ما كنت بتعرف تاخد 50,000. ايوه حصل. انا بقول لك ابو 55 و52 و47 والحاجات دي هي اللي شغاله الدقه دي. لا شهرين ويطلع. لا احنا ما يتعبوش ما يتعبوش. صح دقه تزل يا راجل، دقه تزل والله. ادينا الرقم لو حد عايز حاجه يا صاحبي. 010 69 ايوه 3 2 5 7 5 7 55. الله يبارك لك. والحاج حسن احسن راي الحاج هاني. فهمنا برضه لما مسكين هناك. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. كام يا حاج هاني؟ والله صباح الفل. لا رقابي عامل كام الحلو دي؟ 36 يا ابو عادل. 36,000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، عمر 7-8 شهور. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. المال الفاخر. لا مال طيب والله. يعني الاسعار كويسه النهارده ولا غالي؟ الجو حلو. الجو كويس النهارده. معاك حاجه غيره تاني؟ لا والله كان معايا والحمد لله. الله عم حسن احكي لك. الله يبارك لك عم حسن راجل محترم. يعني الجو حلو يا حاج حسن النهارده؟ الجو كويس. الجو كويس يرضى متناول للجميع. يعني كله اللي عايز يشتري حاجه من دول. 85 على ده ما تبقاش شغال. مال طيب يابا. اللحم شغال بتدينا شغال. بكام اللحم النهارده؟ 85 شغال. لا قالوا لنا 180. قالوا 180 و185. 85 85 الساي، لكن المربوط طبعا 80 و75. برضو حلو برضو. معقول يا ربنا يرخيه. ادينا رقمك لو حد حاسس حاجه يعني. 010 1 2 2 4 5 1 4 1. والعنوان لقانا برضو يا جماعه. ربنا الله يبارك لكم ويصلح حالكم يا حاج هاني. صباحكم زي العسل ان شاء الله. الله يصلح حالكم. 40.5 دبابة يا جماعة. الله أكبر. اللي عايز البراون الحر كم دي؟ خلينا في البراون دي بكم بأمان؟ 45,700. 45,700؟ لا هي رخيصة ليه بقى؟ ها؟ رخيصة ليه؟ السوق النهارده اسمه والله بجد. والله السوق النهارده اسمه براون يا جماعة. كلام بجد. 45.5 و700 و700 لحمة. بسم الله ما شاء الله دبابة يا جماعة. كسرة جوزة صاحبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك. 45,700. انا حاسس اللي ما فيش. بكام يا صاحبي انت هتقول لنا الحقيقه بامان؟ والله ب 58,000 يا عمر. 58,000. الله الله يبارك. انا بنقول له بامانه يا اخي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. انا ما نكذبش على هذا. اما الراجل اللي بيحلف بالله ليه؟ دبابات يا جماعه زي ما انتم شايفين اللي خارج من السوق التوفيقيه. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلمي. صباحك ابيض. صباح الفل. بكام النتايه من دول؟ نعم. بكام الواحده من دول؟ النتايه من دول خدت بالك ب 32,000. 32,000 نتايات يا جماعه، صلاه النبي عليها. الثمانيه بالورق. نعم. عمر كم شهور؟ عمر 6 شهور. 6 شهور. انت منين يا معلم؟ انا من توخه اليوبيه. توخه اليوبيه يعني لسه نورت بسوق التوفيقيه. معاك رقم تليفون لو حد اصحى يتواصل معاه؟ 010 30 48 66 66. الاسم طيب؟ صلاح الشيني. المعلم صلاح الشيني توخ اليوبيه يا جماعه الناس المحترمين. هنس الارض في البحيره يا معلم. الله يصلح حالكم وتوصلوا بالسلامه. اللهم صل عليك. بسم الله ما شاء الله.
اللي خارج من سوق التوفيقيه. يا جماعه اداره سوق التوفيقيه بترحب بالتجار والفلاحين والجزارين. السلام عليكم. اداره محترمه الله يبارك لهم ويصلح حالهم. استاذ هشام انت راجل محترم، الناس بحالها بتحبك والله، والله مش انا لوحدي، انت راجل الاحترام والادب عندكم. عارف لو ما لقيتش حبيبي يا استاذ هشام عايز معاكنا بالليل. حبيبي يا استاذ هشام الله يبارك لكم ويصلح حالكم. معلم سالم القطعاني الاداره المحترمه الله يقويهم ويعينهم، رجال سوق التوفيقيه رجاله 100 100 الله يقويهم ويعينهم ويصلح حالهم. بسم الله ما شاء الله. بكام يا صاحب الدكرين دول؟ الاثنين ب 53. ربنا يبارك لكم يا ابو 53,000 بسم الله ما شاء الله. كام وكام يا صاحبي والله؟ الذكر دي خدتوها حج والله؟ ببلاش يا حاج. كام بأمانة؟ 62 يا حاج. 62 ربنا يبارك لكم ويصلح حالكم، صباحكم زي العسل. 62,000 الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. بكام الجدد يا صاحبي والله؟ بكام؟ ب 7,000. 7؟ بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. جادس نوعه يا حاج؟ شامي. 7,000 بسم الله ما شاء الله. قصر قد ايه يا صاحبي؟ قصر جو. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا غالي، عامل ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ الله يقويك ويعينك. انا جاي لك اهو. زعلان منك يا محمود حبيبي. يعني موجود عندك جدان شام يا صاحبي؟ عندي مش شام وعندي جدان شام وعنده لازم بس 15,000 ومشي. عرفنا باسمك ومكانك. مبارك محمد حسن وافي. المعلم مبارك محمد حسن وافي كوم حمادي. ادينا الرقم 010 063 43 23 91 عمدة البحيرة بحالها. الله يبارك لك يا غالي ويصلح حالك. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع واجعل صباحك ابد ان شاء الله. وكل فرحان والكل حزين لازم يعدي على ابو جبريل. الله اكبر. صباح الفل يا ابو جبريل. صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. حزين يا ما تشتريش. عليه الصلاه والسلام. والد ابو جبريل معزه والده تاني وانت وراه ذكر وانتاي. ذكر وانتاي تاني وانت. الله اكبر. الذكر قال له يا ابو جبريل 7,000. 7,000. الذكر الاسمر ولا الاحمر؟ اه الذكر الاحمر. الاحمر. طب النتايه اكبر من الذكر ليه يا ابو جبريل؟ عشان مولوده قبليه. جاب ولده قبليه. بسم الله ما شاء الله. شبعان لك. الله اكبر. توليد. الله يبارك لك ابو جبريل. ادينا الرقم يا ابو جبريل. 010-672-72. 9-1. الله يبارك لك. اي حد يتواصل معاك. حماده بحير. قوم حماده بحير. الله يبارك لك ابو جبريل ويصلح حالك وحال الجميع يا رب اللهم امين. ما تنسوش ذكر الله ورسول الله، ربنا يبعد عنكم وعنينا البلاء. اللهم امين. الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم